48 وليله. راجل ذو قديم راجل. انا هيجوني زقازيق حابين يباتوني المؤسسه العقابيه. يا الزليط اطون 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 يظلموا فيا ويديروا لي في القوال مع ابراهيم فروطوار. اسمه ابراهيم فروطوار سي بافري. ابراهيم شكون ابراهيم؟ سيدنا ابراهيم تبصارك سميت بين ابراهيم فروطوار تا فروطوار وانا 36 مسحك مصلحة واحد. شوفوا باتوني باتون عندي ظلموني حابين يدخلوا بيا الميليو وباتوني مع ابراهيم فروطوار فروفو كامل ودار لي نميمة مثل بياري تاع قسنطينة. ظلموني حابين يطيحوني بالمخدرات. كونوا رجال شرطة يخدموا خدمتكم معايا احكموني بالمخدرات مش راهو يبيع المخدرات. كرهنا من الحكاية هذي مام الرياس كرهوا منها. حابين تنفيوني توما الدولة من رجعوني نسكن في مالي نيجيريا. باتوني من نيجيريا حطوني في بوطو تشيريو عليا باتولي زوج فيران فيران يبقاو ديما فيران بيشتغل معاكم زازا بروفوكيو فيا باتولي الدولة. نتوما ديكاريتو الحرب حربا وديما حربا. هذه الغزوة اللي كنت وانتظروا فيها وخرجوا لي بجاريطكم اليوم وخرجوا لي زقازيقكم. انا هو الزبير بن العاص حاشا لي زامي صحابي وحاشا لد فاميليا. راني كونط الجراثيم جماعه تعرفوا كي الجراثيم انا ودوة الجراثيم. اليوم هو غدا يا هند. شوفوا ني هنا راني واجد كانش حاجه تطيحني وقادر على شقاي قادر نضرب 20 سنه حبس مؤسسه عقابيه.